معانا زوم من البرازيل، المدرب العام السابق لفريق بالميرس البرازيلي ماوريسيو كوبرتينو. اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. Muito obrigado pelo convite. شكرا جزيلا للدعوه اللي انتم وجهتوها الي، وانا سعيد جدا بان انا بتحدث مع الشعب المصري هنا واتكلم مع قناه الاهلي. اهلا وسهلا بيك. في البدايه يعني حابين نعرف رايك في المواجهه المرتقبه كلاكيت تاني مره ما بين النادي الاهلي وبالميرس البرازيلي في نصف نهائي مونديال الانديه. انه يعتبر لقاء صعب جدا، والاهلي من الفرق الصعبه جدا والفرق الممتازه، وفي العام الماضي استطاع ان ينتصر على بالميرس، واعتقد ان بالميرس في احسن احواله في امريكا الجنوبيه، فريق قوي جدا وكسب الليبرتادورس امريكا اللاتينيه، واعتقد ان المباراه سوف تكون صعبه جدا وسوف تكون مهمه للغايه. شايف ازاي من الناحيه الفنيه فرص الفريقين للفوز بالمباراه؟ وهل ترى ان بالميرس اتعلم الدرس من مشاركته الأسوأ في النسخه الماضيه بعد احتلاله المركز الرابع؟ Eu acho que quando existe um confronto desse num campeonato mundial, né, as equipes sabem que não podem errar. أعتقد أن فريق بالميرس في أحسن أوقاته الآن في البرازيل، وأعتقد أنه يدافع دفاعا قوي جدا، وعندنا أباو الفني عمل شغل ممتاز بالنسبة لدفاع الفريق بالميرس، وبيلعبوا أيضا في الأمام بشكل متميز، وأعتقد أن الأهلي سوف يقابل فريق بالميرس بلقاء ممتاز، وسوف تكون مواجهة مهمة جدا، والأهلي سوف يكتسب خبرات قوية جدا من هذه المواجهة المهمة. طيب، ما هو الاختلاف الذي طرأ على فريق بالميرس على مستوى اللاعبين بين مشاركته الماضية والحالية بكأس العالم للأندية؟ أعتقد أن بالميرس في هذا العام يعتبر أسرع من مما سبق من العام السابق، وأعتقد أن العام الماضي بالميرس الآن هو مع لعيبة عندهم خبرة أكثر، وعندهم وهم لعيبة أصغر سنا ويلعبوا بشكل متميز وبشكل جماعي ومتميز وقوي، وسوف يستغل دفاعه المميز في الهجوم السريع، وسوف يكون أيضا تغيير بعض اللعيبة سوف يعطي بالميرس اختلاف في هذا اللقاء المميز عن العام الماضي، انهم لعيبه في اصغر سنا وعندهم سرعه ومهارات فرديه اشد. هل هناك غيابات مؤثره في فريق بالميرس ممكن تؤثر على مستواه في مباراه الغد ان شاء الله؟ سيرتو. أعتقد أن بالميرس فريق قوي للغاية ولاعيبة تتميز بمهارات فردية مميزة، ومن الناحية الفنية هم مميزين للغاية، وهم في فترة من أهم فتراتهم، ودودو ورافاييو
وباوجوني من اللعيبه المهمه جدا في المباراه القادمه، وهم لعيبه متميزه للغايه ومن الناحيه الفنيه ايضا هم مميزين للغايه. واعتقد ان هم لعيبه مهمين جدا ويستطيعوا ان هم يحددوا اي مباراه. يعني لا توجد غيابات. ايوه طيب برضو عايز اسالك عن، هل طبعا اتفرجت على مباراه الاهلي ومونتريال المكسيكي، شفت النادي الاهلي ازاي في هذه المباراه خصوصا في ظل عدد كبير من الغيابات والاصابات للنادي الاهلي؟ ميرز زي الاهلي عندهم لعيبه مميزين وكبار جدا، وعندهم فرق عندهم لعيبه مميزه زي الاهلي بالظبط، واللعب الجماعي سوف يحدد المباراة وسوف يحدد الماتش القادم، وفي ظل عدم وجود غيابات كثيرة من فريق بالميرس، ونعتقد أنه سوف ينتصر في هذا الماتش. طيب من ترشح للفوز بلقب كأس العالم للأندية؟ الو معانا ولا قطع التليفون؟ طيب خلينا نشكر مستر موريسيو كوبرتينو بيجاوب. طيب لسه معانا. اوكي اتفضل. اعتقد ان مباراه الاهلي والبالميراس سوف يكون مباراه مهمه جدا، نلعب مع فريق هو بطل افريقيا ويلعب مع فريق مهم جدا وحقق القاب كثيره من قبل، وسوف يكون لقاء مهم للغاية. للأسف العام الماضي خرج بالميراس، ولكن الآن بنتحدث عن بالميراس مختلف تماما. بالميراس قوي ومنظم للغاية، ونتوقع مباراة يعني متميزة في المباراة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا للمدرب العام السابق لنادي بالميراس البرازيلي مستر موريسيو كوبرتينو، شكرا جزيلا لوجودك معنا.